جات كران في جوج الليل ناس حدايا وليدها كب عليها الدوليو شاعل البريكه هي ما باش تقول لنا عيطوا لنا الجيران ديالها قال لنا راه الطريق حرق حفيضه واش هو كيتعطى شي كي كيكمل الحشيش كي كلشي كيديرو يعني هي كانت ديما عايشه معاه ديجا عايشه مع فلاصه وما كره لنا ديجا حرقه بالبراد ما قالتش لنا ضربه بجنويه ضربه العين وما قالتش لينا عمرها ما دارت شي كايه كتقول صابره على الزمان ومين حرقه بهذه الحرقه قالت نتصل بدارنا مين عيطت ليا طلعت البوليس ولا بيلانس جبتها هو مشى لابس الشرطه ونعس جبنا هنا سيدي عثمان كارطوله ويقول لي تبدا لي الدرجه الثالثه ديها اختي للموريسكو كل هاد الشيء كل هنايا كل شيء خماج ليها كل شيء اختي البحم اللي ندينا للسبيطار قالت لك لا ما تجيبهاش ليا بحال هكايا جيبها لي علاج قالت لك وكانت كتجيبها علاج ليها ما نجيش عندك نتيايا قالت لك سيري لتربعو مشي تربعو ما تقبلوناش لا حولي لتسعود ثلاثه ما تقبلوناش وهاد الدريه غدا فين ما طبه ثم المرشح طلبنا غير لابيلانس منه ما عطاهاش لينا كنخلصو 15000 ريال و 9000 ريال ديال لابيلانس لابومادات غير البومادات غير الدوايات واحد محسنه كتجي داويها ومسكينه واحد محسنه تكلف لنا واحد الفرمليه كتجي نهار اي ونهار لا وختي سيره كتضيع وكتشوفوا الحاله عندك كيدايره حنا عندنا بيسو كوزينه ما عرفتش غندخلوها وكنطلب بسيدنا يشوف هاد الحاله وبسي الحموشي ما كاناش قادين البارح كتقول لي ديني عند بو القبري وكتشيها بالصبيعه وكتلوح داك الشيء بحال الدم ديني باغا نمشي ناس دابا برتاح وكتشيها بالصبيعه بحال هكايا كلشي ناض كيبكي عليها في الليل كتبقى تنين ما كتنعش والو من نهار اللي مات احلام ختنا احلام وهي في هاد الحاله بحال جات الصدمه ما كنشوفش النعاس كيدير وبغينا لهذا احسن عقوبه بغينا لي لحقاش حطمها وعاش الملك وكنشوف سام كنت سلح موشي يشوف بنت الحاله ديالها والمحسن يشوفهم من الحاله ديالها وبسعيد الباطن كل اللي ساعدنا بالقليل بكثير الله يجازيه بخير يشوف من الحاله واي واحد يشوف من حالته يديها الكلينيك غير تعالج وخما اختي خماجه تقيه لينا المنهر داك الشيء قهوي مع الكبده هذه ثلاث ايام كتقل تقيه داك الشيء بحال الاحمر بحال الدم دابا شهر و24 يوم حرقها على المستوى من اللور القدام بجوج جوج جويه كانت حالتها بدات كتحسن مزيان من موت احلام اللور هنا ماشي هذيك علاش ما بقاتش في السبيطار اختي هما اللي خرجوها هما اللي لاحوها قال لك ديوها للدار نهار اي ونهار نهار اي ونهار جيبوها داكشي اللي درنا معاهم كنديو قالوا جيبوها لينا عيمه من دخلوا مع الباب نخلصوا 15000 ريال 8000 ريال ديال لابيلانس عاد باش كندخلوا عاد باش البومادات كل بوماده شحال دايره عطونا الرانديفو دابا 15 يوم البارح وصل الرانديفو ديالها 23 ديوال 28 دينا 28 داروا غير ليزر بحال هكا غير شويه بحال هكا قالت لك هاد الحاله صعيبه علينا رديها 34 قلت لها 34 هما اللي صيفطوني عندكم قالت لك لا تقول لها ولا جيبها لي في لابيلانس جيبها على رجليها قالت لها اختي كون عندها رجليها ما غنجيش ما غنوصلش عندك ما غاديش نجي عندك دينا 34 حتى واحد ما شاف فينا دينا لا حول ولا 39 حتى واحد ما شاف فينا واختي هدله والله هدله طبنا 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 ما نكذبش طبنا بزاف ما نكذبش عليك اختي تعذبت ام حلا سيمانه هذه كتقول الموت كتقول لك دي من الدبه هبا جاي هاد الناس كتبغى الموته ما كتشوف شي حاجه قدامها دار راس حرقت راكيري يعني هي في دار والديه دار امي عندنا غير بيت وكوزينه في غندخلها لداخل تخنيز والله ما نفرش لها هنا في البرد واحد المحسن ملي جابوا لها لاموسيه وجابوا لها الفراش ديالها فين غندخلها تخناز اختي ها فين شوفي حالتها كي ولات الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق ما كاينش شي طبيب اللي شاف فينا ولا شي انتخابات هذوك صحاب الانتخابات كلهم نعيط لابيلانس باش تجي ديها ما طلبنا منه والو غير لابيلانس طفوا علينا التليفونات وعاد الترشيح جا دقوا علينا طلبوا فينا حاشاك هذه كلبه واش هذه كلبه راه انسان راه بحالكم بحالها فين الاخوه فين الانسانيه فين هي الطبيبه اللي لاحتنا دابا ما عندهاش ولادها ما عندهاش بناتها ما عندهاش خوتها ما عندهاش ما تقدر ما تطيح في هذا الموقف ها غير لوحه بنادم ولا هي طبيبه عندها الفلوس ها صحاب الفلوس لاباس عليهم وحنا ما عندناش عندنا الله سبحانه وتعالى الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق تكرهت اختي وتعذبت ما نكذبش عليك
اختي بارك عليا، جابوش اختي، جابوش اختي، انا سخفت. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.